كم عدد الأديان السماوية؟ الأديان السماوية الزبور والتوراة تمام والإنجيل تمام والإسلام. ما شاء الله عليك ما شاء الله. استنى بس مصطفى إجابة خاطئة. إيه اللي خاطئ؟ إنما هو يا عمي اصبر هو كسب هو كسب. إنما هو دين واحد. دين واحد إيه أنت؟ دين قال لك الأربعة الزبور والإنجيل والتوراة والقرآن. إيه اللي إيه؟ أقول لحضرتك إنما هو دين واحد المنزل من عند الله دين واحد. لا أنا عايز إثبات على الكلام ده معلش عشان إيه؟ أنت عندك كم سنة قبل أي حاجة؟ 13 سنة. 13 سنة؟ انت الوحيد اللي بتعارض ودين واحد. ما انا عايز بعد اذنك اثبات لان دي مسابقه والناس يعني هتسمع الكلام ده فيعني عشان ما نضللش الناس معلش. اسمع لقول الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام فانما هو دين واحد فما نزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله ابراهيم فهذه شرائع وليست اديان. فنبي الله موسى دينه الاسلام وشريعته التوراه، ونبي الله عيسى دينه الإسلام وشريعته الإنجيل، ونبي الله إبراهيم دينه الإسلام وشريعته الحنيفية. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، وهنا اتحد الدين مع الشريعة. الله أكبر. لا 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 انت ايه ده انت 13 سنة؟ ايوه. الله اكبر. لا بعد اذنك كده امسك كده امسك بس انت امسك انت اللي كسبت. جاوبت ايه؟ الله اكبر. انما هو دين واحد يعني ان الدين عند الله الاسلام. قال الله حكايه عن نبيه نوح لما قال وامرت ان اكون من المسلمين. نبي الله ابراهيم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبي الله يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي الله يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي الله سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نبي الله موسى قال الله حكاية عنه لما قال لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نبي الله عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الجن المسلم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما سيد الخلق وحبيب الحق فأنزل الله عليه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فهو دين واحد. الله أكبر. ما اسمك إيه؟ عبد السلام محمد. عبد السلام يا عم ده انت احسن من خطبة الجمعة حبيبي ربنا. الله اكبر عليك. انت على كده ما المفروض تخطب بالناس. انا استنى خطيب جمعة من وانا عندي 9 سنين. من وانت عندك 9 سنين؟ الحمد لله. الله اكبر.